بعد أن أشاع خبر حمل الفنانة لطيفة رأفت في الفترة الأخيرة، لا زالت ردود الفعل متواصلة بهذا الشأن. صاحبة أغنية خي لم تعلق على الأمر واكتفت بالصمت، في حين لم يتردد مجموعة من المتتبعين على تهنئتها متمنين أن يكون الخبر صحيحا. وبين مشكك ومصدق لخبر حملها، استبعد آخرون ذلك وهم يتساءلون هل يمكن أن تحبل وهي في 54 من العمر؟ مصدر طبي أكد للأيام 24 أن من الممكن أن تحبل المرأة في هذا السن دون أن يستثني وجود مضاعفات سواء على الحامل أو على الجنين في فترة ما بعد الولادة، وعرج على التقنيات الحديثة في الطب والمتعلقة بالتخصيب خارج الرحم، في إشارة إلى أن الولادة ما بعد 50 تكون قيصرية. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.